يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار ورد ذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعني ايه لزم الاستغفار؟ حافظ عليه كل يوم، كل يوم بيذكر ربنا بورد ثابت. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ايه علاقة الاستغفار بالحاجات دي؟ ايه علاقة الاستغفار ان الهموم تنفرج؟ ايه علاقة الاستغفار ان الرزق يجي لك؟ عطاء من الله يا اخي، ذكرت ربنا فجالي العطاء. صحيح طبعا، بس الاستغفار كمان فيه فكرة تانية خطيرة جدا. هو الاستغفار عبارة عن ايه؟ عبارة عن عملية تحليل لحياتك. انت مش بتقول كلام في الهوى، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كأنك بتقول ايه؟ فين الخطأ؟ فين الخلل في حياتي؟ كأنك بتعمل سكان لحياتك، كأنك بتعمل جرد علشان تحدد فين الخطأ. كأن الاستغفار عملية تقويم لحياتك. أين الخلل؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فلوسي لا الحمد لله حلال، طيب تمام. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، علاقتي بابويا وامي لا الحمد لله زي الفل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ها فين كمان؟ بأذي فلان، لا 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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انا هوقف الحكايه دي. تقويمك المستمر لحياتك يفتح لك ابواب الرزق، تعديلك تصحيح مسارك هو ابواب ازاله الغموم، لانك ماشي في الطريق الصحيح. توفيق الله اولا، ولان انت كانسان اتصرفت صح. فاذا الذكر بيثبت في عقلك الباطن، الاستغفار بيثبت في عقلك الباطن، صحح اخطائك. تصحيح الاخطاء هو ابواب فتح الحياه، ده من قوانين ربنا كمان. يا